نعم، الجديد هنا وسط قطاع غزة، حيث يعني تبدأ عملية نزوح جديدة في هذه الأوقات، تحديدا منطقة البريج ومنطقة وادي غزة وأيضا المناطق الغربية للنصيرات ومنطقة يعني ما تعرف بمنطقة حي الدعوة وسط قطاع غزة. بطبيعة الحال هذه الغارات أو هذه عمليات النزوح جاءت تزامنا أيضا مع غارات إسرائيلية نفذتها الطائرات الحربية على وسط قطاع غزة، إضافة لقصف كان من قبل المدفعية الإسرائيلية في منطقة مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة. هذا المخيم الذي شهد اليوم عملية استهداف من قبل الطائرات الحربية وأيضا مدفعية الاحتلال الإسرائيلي التي قصفت هذا المخيم وقصفت عدد من المواطنين أثناء عملية النزوح بطبيعة الحال من هذا المخيم باتجاه مناطق باتجاه الجنوب. وصل ثلاثة من الشهداء من مخيم البريج، أحدهم بائع خضار وامرأة وكذلك مواطن آخر من المارة، إضافة لعدد كبير جدا من المصابين الذين جاءوا بفعل القصف المدفعي العشوائي، والذي أيضا استهدف عدد من المواطنين الذين كانوا يقوموا بتعبئة المياه من الطرق والشوارع الرئيسية. بطبيعة الحال هذا اليوم شهد قصف مدفع متواصل على الأطراف الشرقية لوسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي وعبر يعني الإعلام الإسرائيلي قام بيعني إجبار المواطنين الذين يقطنوا في المنطقة التي ادعى أنها آمنة في منطقة جنوب وادي غزة، منطقة البريج، النصيرات، أجزاء من النصيرات والمخيم الجديد والمغراقة. هذه مناطق تقع وسط قطاع غزة، الاحتلال أجبرهم على الخروج منها فورا حسب ما يقول الاحتلال في بيان رسمي له، قد حددها ضمن النقاط المناطق الحمراء والتي يجب إخلاؤها باتجاه مناطق الجنوب. هذه المناطق يعني يوجد بها عدد كبير جدا من السكان، يوجد بها عدد كبير من النازحين من مدينة غزة وشمالها، دخلوا لداخل مراكز اللواء، دخلوا لداخل مؤسسات تعليمية تابعة للأمم المتحدة، لجمعيات الصحابة الشرعية، جمعيات خاصة تحدث هي أصبحت مراكز يعني للإيواء، تأوي عدد كبير جدا من المواطنين بداخلها. لكن الاحتلال عاد مجددا لإجبار هؤلاء المواطنين على الخروج منها، وقد وصل أيضا عدد كبير جدا قبل قليل هنا بهذه الصورة كما تشاهد، عدد كبير جدا ربما بالصورة على اليسار أشاهد نساء وأطفال وفراش وأغطية وشنط كذلك قاموا بجلبها، وعدد أيضا لا يزال يقف أمام البوابة، لا تعرف الناس أين ستذهب. هذا السؤال الذي يراود الجميع، لا تعرف هذه العائلات التي نزحت من الشمال للوسط والآن الاحتلال يجبرهم على النزوح مجددا من البريج والنصيرات، إلى أين سيذهبوا؟ لرفح وخان يونس قصفوا وارتقى عدد كبير من الشهداء، جاءوا لدير البلح ارتكب الاحتلال مجازر بشعة بحقهم وقتل الأطفال وقتل النساء. لا أعلم مدى يريد هذا الاحتلال من خلال هذا القرار الذي يعني وصف بأنه قرار سيء وقرار إجرامي من قبل المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة وسط يعني حالة من الغضب الشديد. الكل يتساءل، لا يوجد مكان آمن، لا يوجد مكان تأوي هذه العائلات الفلسطينية في ظل استمرار البرد القارس كذلك وبدء موسم فصل الشتاء والكارثة الكبيرة التي تحل على المواطنين. تساؤلات عديدة لربما الساعات القادمة ستجيب عليها، تبقى المأساة واحدة، كارثة كبيرة جدا. الكل ينادي بوقف الحرب على قطاع غزة. محمد، نحن الآن معنا صور كذلك محمود من مخيم البريج على الهواء، تظهر بالفعل كما تشير إلينا نزوح عائلات يعني بما استطاعوا أن يحملوا صباح اليوم حتى تبدو يعني اليافطة الكبرى للمخيم، مخيم البريج في يمين الشاشة، وهناك كذلك ربما من يصطحب أطفاله وربما يحملون فقط ما يستطيع أن يقيهم شيئا من برد هذا الشتاء الذي تتحدث عنه محمود. إنما على الصعيد الإنساني أيضا محمود، ماذا عن وتيرة وصول المساعدات إلى وسط القطاع؟ يعني على هذا الأمر لا تزال أزمة كبيرة جدا بالحقيقة يعاني منها النازح الفلسطيني هنا الذي يتواجد هنا وسط القطاع. اليوم يعني شهدنا سيارة تابعة للأمم المتحدة قامت بإنزال عدد من المساعدات وهي توزع على النازحين الذين جاءوا هنا يعني الخيام وافترشوا الأرض، يعني الوجبات التي تقدم لهم من الأرز
والمعلبات هي يعني بجهود ذاتية يتم إيصالها من عبر يعني الأمم المتحدة وكذلك عبر الهلال الأحمر الفلسطيني التي تسلم من عبر معبر رفح البري من الجانب المصري وتأتي لقطاع غزة. لكن هي بالحقيقة مساعدات يعني لا تكفي احتياجات المواطنين، خاصة وأن العدد قد زاد بشكل كبير جدا. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 400 ألف مواطن يسكن الآن في مخيم النصيرات لوحده، أكثر من 600 ألف مواطن يسكن هنا في مدينة دير البلح. هذه وسط القطاع كان يعني يأوي فقط 350 ألف مواطن، لكن اليوم نتحدث عن أن العدد فاق 900 ألف شخص يقيم في مراكز إيواء وكذلك في مراكز نزوح هنا في أكثر من 36 مركز نزوح وإيواء، سواء مدرسة أو مستشفى أو أرض زراعية فارغة افترشوا الأرض ونصبوا الخيام بها. العائلات بالكامل هنا بحاجة لمساعدات وكذلك يعني أدنى مقومات الحياة أتحدث. نعم. المياه الصالحة للشرب بدلا من أن يذهبوا لمياه البحر يعني الاستحمام وغسيل الأواني الطهي، وبدلا من استخدام المياه الغير صالحة للشرب كمياه صالحة لشربهم ولتسد عطشهم، خاصة أيضا مع انتشار الأوبئة والتسمم، حالات مرضية، انتشار للسموم ولربما الأمراض الجلدية التي بانت على بعض المواطنين النازحين والأطفال بسبب قلة النظافة، بسبب عدم توفر المياه، اكتظاظ المواطنين بشكل كبير جدا. لكن على الصعيد الآخر هناك بعض المساعدات تصل بالحقيقة، لكن هذه لا تكفي لسد احتياجات هؤلاء المواطنين وهذا العدد الكبير جدا الذي فقط هنا يتواجد في وسط القطاع، فما بالكم في رفح وخان يونس حيث النسبة الأكبر من النازحين الذين جاءوا من شمال غزة ومدينة غزة باتجاه الجنوب. والآن أتحدث بأن الوسط هو على استعداد بأن ينزح من جديد باتجاه منطقة خان يونس ورفح في ظل استمرار التهديدات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وآخرها القرار الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال هذا اليوم.